خوتي السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وديما كنشكركم على حسب التعليقات اللي كتصيفطوا لنا، ما كتبخلوش علينا بها. اليوم ان شاء الله هذا الفيديو هذا غادي يكون فيه الكمال نتاع الفيديو اللي فات، بصح غادي يكون فيه شي حوايج اللي هما مغيرين. هو سمو لاحظنا حنايا في هذه الايامات اللي دوزنا هنايا، لاحظنا بلي كاين الحراره بزاف هنايا في دبي. على حسابي انا ولا على حساب المدام نقدروا نصبروا، ولكن بالنسبه للولاد كما كتعرفوا عندنا 3 ديال الاولاد ما غاديش يقدروا يصبروا لهاد الحراره، كاين الرطوبه بزاف. انا سولت قبل ما نجي لهنايا وشفت في الانترنت على حساب الحراره اللي كانوا هنا اللي كاينه هنايا، قالوا لي بلي كاينه الحراره بالصحراء بحالها بحال المغرب، ولكن واحد الحاجه اللي ما قالوا ليش بلي كاينه الرطوبه هنايا. بحال مثلا هنايا ما كاينش الشجر ولا الجبال كما كاين في المغرب، ملي كتوصل ديك السبعه ديال العشيه ولا الثمانيه كيجي الهبوب في المغرب، كيكون داك الانتعاش، بلادنا كيخرج يدور كيحس بواحد الراحه، بصح هذاك الشيء ما كاينش هنايا. هذاك الشيء مهم الواحد كيحتاجه في الصيف. هنايا كتبقى الحراره بحالها بحال 12 ديال النهار 24 ساعه، شي مرات كتبرد شويه مع 11 ديال الليل ولا 12 شويه وصافي، ولكن ماشي شي فرق كبير. بحال البارح بردت شويه، مشينا خرجنا برا شدينا الباطو دخلنا لوسط البحر دوزنا واحد الوقيته زوينه. قبل عاوتاني كنا مشينا للمول ديال دبي هنايا دوزنا وقيته زينه تما على حساب البروده وكليما وداك الشيء، وعاوتاني دوزنا وقيته زينين في الريستورات هنايا. المهم حاولنا نستغلوا هاد الايامات حيت داخلين في العطله ديالنا ما يضيعولناش، والحمد لله دوزناهم مزيانين. ولكن بالنسبه لكم انا باش نبقاو هنايا 3 سيمانات كاع ما غاديش نقدروا على حساب الولاد. صافي كان الاقتراح ديالي وديال المدام ديالي باش نمشيو نسافروا لتركيا باش نكملوا تما العطله، يعني غادي نسمحوا في الطياره هنايا غادي نسمحوا في الاوتيل، ولكن ما عندنا ما نديرو، عندنا غير فاكانس واحد في الصيف خصنا نستغلوه باش ما كان. ايوا دابا واش غادي نقول لكم، النصيحه ديالي هي اللي بغى يجي لدبي ما يجيش في الصيف نهائيا، اللي بغى يجي يجي من شهر 11 شهر 12 شهر 1 2 و3، هادو هما المعلومات اللي عطاوني هنايا. الصيف الحراره بزاف وكتلقى حتى لوطيلات رخاص. انا راسي ما الصراحه والله ما شفت انا لوطيلات قبل ولا شي حاجه، قالت لي المدام 100 200 300 400 موالفين كنقطعوا دوك بهذوك الاثمنه، وتما عليش ماشي مشكل يلا وزيدوا بغيتوا دبي نقلعوها من نديروا عليها كراش سيروا لها وحيدوها من راسكم. عاود ثاني تا هما هذا العام هذا كانوا جابوا راسهم في المدرسه وما قدرتش نحيد لهم الخاطر ديالهم، لان العطله كتهمهم هما اكثر مني انا. انا اصلا راني على دور العام كنحوس عاود ثاني. صافي دابا اخوتي غادي نكمل معكم الفيديو وغادي نخليكم مع هذا الشيء اللي دوزناه قبل، وان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. خوتي راني كنتواجد دابا حدا هذا المركز لكراء السيارات، الاسم ديالو الواجهه، غادي ندخلوا لداخل ان شاء الله باش نوريكم السيارات اللي كاينين تما ونقول لكم الازمنه ديالهم للكراء. خوتي الخدمه ديالي هي البيع والشراء في السيارات، بصح التخصص ديالي ماشي بحال هاد السيارات الغاليين. كما كتشوفوا هنايا كاين لامبروجيني وكاين قدام عاوتاني فيراري، موديل التالي ديال مرسيدس ام جي، رانج روفر المعروفه فيلار، هنا عندك بي ام في اخر موديل من النوع الغالي، ورولز رويس الغنية عن التعريف معروفة، مرسيدس جي كلاس 63 اي ام جي، عندك رانج روفر ديفندر، اودي A5، هذه الثمن ديالها 70 اورو النهار. بحال هذه الثمن ديالها 300 اورو النهار. وعندك بحال هذا النوع الغالي لامبروجيني ولا فيراري 600 اورو النهار. بالنسبه للرولز رويس حتى هي نفس الثمن 600 اورو النهار،
ولكن اخوتي هذا الكراج هذا راني تلاقيت معاه غير صدفه، يعني هاد الاثمنه تقدر تختلف هنايا في دبي، تقدر يكون شي كراج ارخص من هذا. بالنسبه للسيارات العاديين الثمن ديالهم كيبدا ب 35 اورو النهار، كما كتشوفوا هاد رانج روفر حتى هي 300 اورو النهار. وهنايا ما كيطلبولكش من غير البيرمي وكوبي ديال الباسبور، والثمن اللي غادي تخلصوا على حسب النهارات اللي غادي تكري فيهم ديك السياره. خوتي دابا راه حنا كنتواجدوا في اكبر مول هنا في دبي، جينا هنايا دوماندينا هاد الماكله هنايا، واحد شويه غادي نصور لكم هاد البلاصه كيفاش دايره. بالنسبه لهاد الماكله هي ديال الشينوا، كاين بزاف ديال السناكس هنايا بحال نقولوا مثلا ماكدونالد والبرجر كاين، ولكن بغينا شي ماكله تكون شويه سخونه بحال هكا، حيت مازال ما كنعرفوش البلايص هنايا نيشان، بغينا عاد ناكلو ومورها نمشيو ندورو هنايا في هاد البلاصه باش نكتشفوها، يكون عندنا شويه ديال القوه. ياك السي وائل هذا ما بغاش هاد الشيء، شنو نجيب لك؟ برجر كاين. برجر كاين، وهذا اش باش راه يقول راه ياكل؟ اش راك تاكل؟ الماكلة ديال الشينوا. المهم قربي لهم هنايا نشوفوا هكا، كاين اللحم تما، كاين الدجاج على حسب ما بان لي، ما عرفتش شحال، لوبيا، الرز. هنا خلصنا طبسي مع المشروبات بحال هكا، خلصنا 10 اورو الواحد. وبالنسبه للماكدونالد ولا البرجر كاين هنايا ولا الماكلات تاع السناكس هنايا، الاغلبيه ولا البيتزا الاغلبيه 7 اورو 8 اورو الواحد. كنتمشاو هكا في وسط المول، كيبان لنا هاد التلفازة هادي، أكبر تلفازة شفناها في حياتنا، لتحت كيديرو التزلج، كيما كتشوفو وسط التلفازة هنايا كاين ريستوران. خوتي الصراحه حنا راه حنا كنستمتعوا في هذا المول بالمعقول، لان بالصدفه كنتلاقاو مع شي حوايج بحال هكا، بحال كما كتشوفوا هنايا الشلال الاصطناعي، هذا الشيء هذا من صنع الانسان، الواحد كيقدر يشوف عاوتاني الابداع ديال الانسان فين يقدر يوصل، يعني ما شاء الله شيء جميل الصراحه. تبان كبيرة، أول مرة نشوفوها هكا قدامنا، ياك ياسمين؟ واه. يلا كملي الطريق يلا. خوتي واحد الحاجة اللي لاحظتها هنايا في هذا المول، لأن كاين الإماراتيين هنا قلال بزاف، الأغلبية اللي شفنا هنايا غير التوريست، الناس ديال باكستان والناس ديال الهند. ان اصلا كيخدموا هنايا وكيجيو بالليل هنايا دور.
دبي مول تم الافتتاح ديالو في 2010، وهو يعتبر ثاني اكبر مول في العالم بمساحه تقدر بنص مليون متر مربع، وكيحتوي على تقريبا 1200 محل، وفيه باركين اللي يقدر يستوعب 14000 سياره، وكيجيو له كل عام تقريبا 65 مليون زائر. انتوما اسمو بالكم في هذه؟ ديال الشينوا، زنقه ديال الشينوا مصاوبينها. خرجنا على برا هنايا نشوفوا الدنيا كيفاش دايره على برا شويه، عاوتاني نوليو ندخلوا. وبانت لنا هاد لامبروجيني هنايا حدا هاد برافوس، وساكن بحال اللي بقاو فيا كما كتشوفوا هنا، عطاو لهم بروسي حيت راهم باركين بلاصه منوعه. بحال والو الا خلصوا هاد البروس يا ياسمين، ما غاتشي بقاو لاباس عليهم. ها غاتشوفوا السيارات ولا ها ايوا السيارات غير الخطر، الواحد يقدر يتمنظر هنا يوقف غير هنا، يتمنظر غير في السيارات اللي كيفوتوا من هنايا. هادو خوتي انا مولف في هولندا، كنشوف بحال هذاك الورقه اللي شفتو قبيله، هذيك الصغيره اللي راه هنا فيها. هادو كيعطيو لنا بروسيات بلا راكم باركي بلاصه منوعه، بصح هادو هنايا مسموح يباركيو هنايا وكيعطيهم ديك الورقه، لكن كيبان لي غير الشخصيات يمكن. هاد السيارة هادي شوف تبارك الله ما شاء الله، خوتي دابا كما كتشوفوا راه حنا كنتواجدوا عند برج خليفه اللي هو كاين ديريكت عند المول. حنا خرجنا من هذيك الجهه كما كتشوفوا، لقيناه ديريكت حدانا، ولقينا حدانا هاد النافوره اللي واحد شويه غادي يديروا العرض فيها اللي غادي نبينوا لكم ديريكت. وخوتي اللي كنعرف انا على هذا البرج، هذا هو اطول برج في العالم واللي تم البناء ديالو في مده تاع 5 سنوات، والثمن باش نقام عليهم هو 1.3 مليار اورو. دابا غادي خوتي غادي نخليكم مع داك العرض وبقاو معنا.
كميزان تشهد لك معانيها تشهد هنا كيتواجد حوالي 120 ريستورا، كاين فيها المحلية وكاين فيها الأجنبية. بحال هاد الريستورا هادي أمريكية، والفرق بيناتهم كيكون ما بين الرخيص والغالي. كما كتشوفوا ديكور زين دايرين وسط المول، واصلا كاين اكواريوم لداخل اللي هو يعتبر من اجمل الاكواريوم في العالم، والثمن الدخله ديالو 37 اورو. قلت لهم نديكم الريستورا، قال لك لا عاوتاني بغينا هاد السناكس. وري نشوف بعدا جبتو هاد المره الدجاج؟ لا بعدا الدجاج احسن من داك اللحم، تعرف سمو فيه. انا مشيت للريستورا وجبت اللحم. خوتي دابا راه حنا غاديين باش نقبضوا الطاكسي باش نمشيو لوطيل سفير نرتاحوا. يبان لي هاد الصغار راهم عياو شويه، هادو خاصهم غير اللعب والعمال باش يبقاو يتمشاو بزاف هنايا في المول، بزاف عليهم شويه. صافي وائل مشوا للدار، بابا ترتاح ياك. ها يلا قول لحبابنا بالسلام عليكم. السلام عليكم، بخير حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم. السلام.